وسط تشكيك منظمات دولية، اليمن تعلن خالية من وباء كورونا، حيث أكدت اللجنة العليا للطوارئ شفاء حالة الإصابة الوحيدة بالفيروس والتي سجلت بمدينة الشحر في محافظة حضرموت. كانت حضرموت قد سجلت سلطاتها الصحية في 10 أبريل الجاري أول حالة إصابة بالوباء المعروف بكوفيد-19، ولم تسجل أي حالة أخرى في أي محافظة يمنية. الإعلان الرسمي عن شفاء أول حالة إصابة لا يعني أن اليمن أضحت آمنة من الوباء أو أنه غير موجود فيها، فبالنسبة للوكالات الدولية خصوصاً الإغاثية منها، فإن اليمن لا تزال مهيئة للانتشار السريع للفيروس بسبب النظام الصحي الهش. منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن التابعة للأمم المتحدة جددت تحذيرها من وجود احتمال حقيقي بكمون الفيروس في اليمن، ورجحت انتشاره دون أن يتم اكتشافه أو التخفيف من حدته. وقالت ليزا جراندي منسقة مكتب اليمن بأن إعلان هذه الحقائق للناس مسؤولية السلطات المحلية، ومن حق المواطنين معرفة ما هو ضروري لحماية أنفسهم. صحيح، الحمد لله ما زالت بلادنا بعيد عن هذا الوباء، لكننا نتحسب يعني نتوقع يعني اكتشاف حالة في أي لحظة، فتوفر أدوات الوقاية أمر ضروري جدا. وطبعا هناك حالة من القشع والهلع وقعت لدى الناس أدت إلى حدوث حالة من الاحتكار عند التجار الذين قاموا باحتكار هذه المواد مثل الكمامات. الوقائع الميدانية تؤكد أن منظومة الرعاية الصحية ليست مهيئة لمواجهة كورونا، فحالة الخوف والهلع التي أصابت المواطنين من الوباء جعلت مستلزمات الوقاية الصحية مثل الكمامات على قلتها تختفي من الصيدليات، ما أدى لارتفاع سعرها ولجوء الناس لبدائل غير صحية، وهو ما يستدعي رفع منسوب الجاهزية الصحية في كل المحافظات.